السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد غريبه ديال الكوكو السميده اللي كتجي خطيره بريستيج ومعلكه وبكل الاسرار ديالها. كنتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر. قبل ما ندوز للطريقه والمقادير لاول مره يشوف القناه، ما ينساش ضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع جديد. ويلا نبداو الطريقه والمقادير. وهادو هما المقادير اللي غنحتاج. اول حاجه عندي هنايا جوج ديال البيضات بحراره ديال المطبخ ويكون الحجم الكبير. عندي 180 غرام ديال السميده تكون رقيقه. عندي 200 غرام ديال الكوكي يكون من نوعيه جيده ويكون ميدم. عندي هنايا واحد الخميره حمراء من فئه 8 غرام، جوج معالق ونص كونفيتور، عندي شويه ديال الملحه، عندي كاس غير مملوء بالزيت بالعبار ديال كاس ديال العنبه، وعندي كاس ديال السكر سنيده حتى هو كذلك بكاس ديال العبار كاس ديال العنبه. صافي هنا اول حاجه كناخذ واحد الكسعه اللي غنخدم فيها هذه الحلوه ديالي. وهنا غادي نقول لكم الاسرار ديال هذه الحلوه اللي كتجي معلكه وما كتنشفش نهائيا واخا تبقى لكم حتى 15 يوم برا الثلاجه. هنا كناخذ البيض كيف ما كتشوفوا، كنزيد نضيف عليه هذاك السنيده. بالنسبه للسنيده تكون هذاك اللي كتكون الحبات ديالها رقيقه، ما تكونش غليظه، كاينه اللي كتكون غليظه فما كتساعدناش. هنا كنخدم مزيان هذا البيض والسنيده كيف ما كتشوفوا حتى نتاكد من هذاك السنيده بدات كتذوب ليا. وهنا كنزيد نضيف هذوك جوج معالق ونص ديال الكونفيتور معلقات كبارين. كنزيد نضيف هذاك الكاس ديال الزيت. بالنسبه للكاس ديال الزيت تقدروا ديروا كاس كامل اولا نقص منه غير واحد شويه. صافي وغنخلط مزيان. وهنا غنزيد نضيف الكوك. والسر ديال هاد الغريبه هذا ملي كتخلطوا الزيت وكذلك البيض والسنيده كتضيفوا كذلك الكوك وكتحاولوا انكم تمعكوا اولا تدلكوا هذاك الكوك حتى كيخرج هذاك الزيت ديالو. هذا باش اهم حاجه انه يكون الكوك ميدم ويكون من نوعيه جيده. كل ما كان الكوك من نوعيه جيده وكنمعكوا بهذه الطريقه هذه فكيخرج لنا هذاك الزيت ديالو وكتبقى لنا الغريبه اولا هاد الغريبه بالسميده والكوك كتبقى لنا معلكه وكتبقى مده طويله. اما اذا كان الكوك ناشف فالغريبه ديالنا ما كتاخذش واحد الوقت كثير وكتقصح لنا، وهذه راه معروفه وانا بزاف ديال الناس ما كتصدقش لهم هذه الغريبه وهذا هو السر من الاسرار ديال هذه الغريبه هذه. صافي غنحاول انني معك تقريبا واحد 7 ديال الدقائق وانا كان معك. وهنا غادي نزيد نضيف السميده. بالنسبه للسميده انا سبق وقلت لكم 180 غرام، يمكن تدي لنا 180 اولا 200 اولا اقل من 180 حسب نوعيه ديال البيض. بالنسبه للخميره انا ضفت ديال 7 غرام، يمكن لكم تضيفوا ديال 8 غرام، انا ما كانتش متوفره عندي. بغيتوا تضيفوا جوج ضيفوها، مي انا ضفت غير واحده بهذه الكميه هذه وكتشق لنا الغريبه. صافي غادي نحاول انني نجمع الغريبه ديالي بهذه الطريقه. بالنسبه الى ما جمعتش لكم تقدروا تزيدوا تضيفوا بيضه اخرى حتى الاخر. صافي غادي نجمع مزيان هاد الغريبه ديالي حتى نتاكد من ان الخليط تجمع ليا ونقسمها على جوج. يمكن لكم انتم تقسموا الخليط على 3 او على 4، انا درت غير جوج قسمتها على جوج. درت الخليط الاولاني اولا النكهه الاولانيه ديال البرتقال والنكهه دي الثانيه ديال الناطا كتعطيها واحد المذاق واحد لوكو خطير خطير جدا. يمكن لكم انتم ديروا برتقال اولا ليمون اولا ناطا اولا حتى ديال الفرومبواز فكذلك تجي زوينه، اولا ديروا حتى ديال البيستاش. صراحه انا كيعجبوني نديرهم سامبل، لهذا انا درت غير هاد النكهه ديال الليمون والناطا. بالنسبه للسميده فانا ما ضفتش 180 غرام كلها كيف ما شفتوا انا وريتكم. هنا غادي نقسم الخليط ديال الغريبه على جوج، هنا عندي نكهه ديال الناطا وهنا عندي نكهه ديال البرتقال. بالنسبه الى بغيتوا نتوما ديروا ديال البرتقال حكوا قشور ديال البرتقال وديروا نكهه وديروا ملون الى بغيتوا، ما بغيتوش ديروا غير نكهه. بالنسبه للناطا الى بغيتوا تستغناو عليها مي كتعطي واحد لوكو خطير خطير جدا استعملوها وديروا غير راس المعلقه لان هاد لاغوم كتكون مجهده. بالنسبه ديال الفرومبواز الى بغيتوا تضيفوا ديال الفرومبواز ضيفوا راس معلقه كذلك، وبغيتوا تضيفوا شويه المولون وين حمار ضيفوه باش كتعطي شكلا ومذاقا. اما ديال البيستاج بغيتو تضيفوا كذلك البيستاج تقدروا تضيفوا راس معلقه ديال لاغوم ديال البيستاج وديروا شويه ديال ملون خضر باش كتعطي شكلا ومذاقا. كتبقى دائما حسب، انا بغيت نخليها غير بنفس اللون ديالها ما بغيتش ندير الملونات نهائيا، يعني بغيت ندير غير النكهات.
المهم انا خلطت العجينه اللي فيها الناطا وخلطت كذلك ديال البرتقال. هنا غادي نشكلهم كويرات. بالنسبه للكويرات دائما كيبقاو حسب الشكل اللي كتبغيو. انا كيعجبوني صراحه يكون شويه متوسطين بالنسبه للغريبه، ما كتعجبنيش تكون كبيره، كيعجبني هكذا يكونوا غير صغارين، يعني كيبانوا حتى في المنظر متولين. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي نديرهم هكذا كويرات. صراحه ما عبرتش ولكن كتبقى دائما حسب نتوما اش كتبغيو. عندي هنا سكر كلاصي سبيسيال مرمدتهم كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، وغناخذ واحد اللاطه اللي غنكون فرشه ليها ورق الزبده باش هكذا حتى السكر كلاصي الا هبط ليا اللاطه ما يتشدش وما يتحرقش ليا نهائيا. صافي غنبقى نبدا نكور نفس الطريقه ونفس القياس. يمكن لكم نتوما ديروا الميزان الا عندكم الميزان او لا عندكم ميزانكم. انا كل ما كنكورهم كيف ما كتشوفوا كنمرمدها مزيان في داك السكر كلاصي باش كتاخذ ليا السكر كلاصي. صافي ومن بعد غنبدا نديرها في اللاطه. بالنسبه ليا انا درت النكهه ديال الناطه هي الاولى في لاطه وحده، والنكهه الثانيه درتها في لاطه باش هكا كنعرف لوغو ديال كل وحده. صافي من بعد ما غنكملهم ان شاء الله. بالنسبه لهنايا من بعد ما كملتهم غناخذ هكا غير الاصبع ديالهم غنضغط عليهم، اولا ناخذ واحد الملعقه ونضغط عليهم. الا كنت غادي ندير ليها النوكه، بالنسبه لي انا درتها بالنوكه طريقه بريستيج. الا بغيتو تخليوها عاديه فكتخليوها ما كتضغطوش عليها نهائيا باش هكا كتشق لكم على خاطرها، عكس الغريبه ديال البهله اللي كتضغطوا عليها بالاصبع ديالكم باش كتاخذ واحد الشقيقه زوين. صافي هنا البنات هانتوما تشوفوا كيفاش، وهنايا دايره النوكه ديالي كطيب كذلك بوحدها. الا بغيتوا الطريقه ديال النوكه ان شاء الله خليوها ليا في التعليق ونخلي لكم الطريقه ديالها. هنا من بعد ما طابت ليا الغريبه هانتوما تشوفوا راه تشقات، غير انا حيت ضغطت عليها بالاصبع ديالي فما خليتهاش طيب على خطره اولا تشقق على خاطرها. صافي هنا بالنسبه للنوكه كيف ما كتشوفوا راه كتهبط من هذا المول على خاطرها. حاولت انني نشكل بها هاد الغريبات هذه بهذه الطريقه، كتجي بريستيج وكتجي المنظر ديالها زوينه بالنسبه للمناسبات اولا دوازاتاي اولا العيد اولا اي مناسبه كانت عندكم متوفره كديروا هاد الحلوه هذه فكتعطي الشكل يعني للطبله اولا البلاطو اولا الطبسيل كتعطي واحد المنظر غزال. وصافي غنبقى حتى نكمل كل شيء بنفس الطريقه وصافي ونرجع لكم في الشكل النهائي ان شاء الله. صافي من بعد ما زينتها كيف ما كتشوفوا البنات الشكل ديالها كيجي راقي راقي جدا، اما المذاق والله العظيم الى خطير 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 جدا وكتجي معلكه وميد ما منقولش لكم على البنات. كنتمنى انكم تجربوها وما غتندموش. وصلت النهايه ديال الفيديو، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم او الحلوه ديال اليوم او الغريبه ديال اليوم اللي كتجي غزاله شكلا ومذاقا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. اللي اول مره يشوف القناه ما ينساش ضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع جديد. ما تنسونيش من التعليق ديالكم لانه كيهموني كيحفزوني كيخليوني دائما نحط لكم الجديد. ونتلقاو فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم.